بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. هذه نصيحة مختصرة ومفيدة لكل من يستخدم وسائل النقل أو المواصلات. وجدت دراسات علمية أن الإنسان يضيع جزءا كبيرا من وقته في وسائل النقل أو على الطرقات بسبب تباعد المسافات بين المدن والدول. الحقيقة أخي الحبيب، أنا تعودت منذ زمن بعيد أن أستغل هذه الساعات أو هذه الدقائق في أمر ينفعني أثناء الموت وبعد الموت. لأنك أخي الحبيب وأنت تقود سيارة أو تركب أي وسيلة نقل، أنت معرض لا سمح الله لشر حادث. هذا الحادث قد يودي بحياة إنسان أو يدمر حياة إنسان أو يعطل إنسان عن متابعة أعماله أو يصيبه بكسور وأشياء أخرى، نسأل الله العافية للجميع. أنا بحاجة وأنا أنتقل عبر أي شارع إلى شيء أحصن به نفسي. ذكر الله هو أقوى حصن لك أخي الحبيب. لا تظن أن الموسيقى التي تضعها أثناء قيادة السيارة تحميك من شر الحوادث، لا، ذكر الله هو الذي يحمي، لأن الموسيقى تشغل أجزاء كبيرة من الدماغ، تتعلق بالذكريات، تتعلق بالعاطفة، تتعلق بمركز السعادة، مراكز كثيرة جدا تشغلها، فيصبح لديك تشويش أثناء القيادة. بينما ذكر الله، وهذا الكلام عن تجربة شخصية، عندما تذكر الله كثيرا سواء عندما تقود سيارة أو عندما تركب طائرة أو تركب أي وسيلة نقل، فإن دماغك يصبح أكثر قدرة على التنبه، يعني تنتبه أكثر لشر الحوادث. جسدك، ردود أفعالك تصبح أكثر استجابة. وهذا الكلام للأسف لا يوجد دراسات علمية عليه، لأن اليوم العلم الحديث ما يسمى بالعلم التجريبي قائم على الإلحاد، فلا يعترف بهذا الكلام، ولكن أنا أوصل لكم تجربتي الشخصية في هذا المجال. طيب، ما هو الذكر الذي أبدأ به أي رحلة أقوم بها ولو كانت ربع ساعة مدتها؟ أول شيء نتذكر الآية الكريمة، نتذكر الآية الكريمة: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. يعني لولا أن الله سخر لي هذه السيارة أنا لا أستطيع أن أقترن بها وأستفيد منها في أن تلبي احتياجاتي أو توصلني إلى مكان يعني شاق جدا أن أصل إليه من خلال يعني المشي. وبالتالي يجب أن أحمد الله وأقول سبحان الذي سخر لنا هذا. يعني لولا أن الله قدر لهؤلاء العلماء أن يخترعوا المحرك ويخترعوا الآليات التي تعمل وفقها هذه السيارة، وقدر لهم أيضا أن يعني يستخرجوا الوقود أو النفط أو كذا، لم نكن لنتمتع بهذه الراحة. فيجب عليك أن تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. الشيء الثاني، عندما تكون في سفر طويل تذكر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الصاحب في السفر. انظروا أيها الأحبة، يعني أنت في هذه اللحظات، أنت في هذه اللحظات أخي الحبيب تستصحب الله عز وجل، تطلب صحبة الله. إذا كان الله معك ماذا تريد؟ يعني أنا عندما أركب في هذه السيارة وأتخيل بل أعتقد
أن الله سبحانه وتعالى قريب مني، بل هو معي في هذه اللحظة. اللهم أنت الصاحب في السفر، كم هو إحساس رائع. يعني أنت إذا رافقك شخص مهم تفرح به، فكيف إذا كنت بصحبة الملك سبحانه وتعالى؟ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد. أنا لدي ولد، لدي مال، لدي أهل، أنا حقيقة تركتهم ورائي وسافرت أو انتقلت من مكان إلى آخر. قد يحدث معي حادث ولا أرجع، قد يحدث مكروه أو شر. طيب إذن أنا استودعت المال والأهل والأحبة والمتاع والبيت كله بيد الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر يشعرك باطمئنان، يزيل عنك التوتر. هناك من الأشخاص من لديه رهاب من ركب الطائرة أو ركب القطار، فهؤلاء علاجهم صعب. فعندما تكون بمعية الله، والله هو الذي سيتولى أهلك ومالك ومتاعك في حال حصل مكروه لا قدر الله، فأنت تكون مطمئن القلب في هذه الحالة. وبالتالي أخي الحبيب، هذا الدعاء، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد. القسم الثاني من هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر ومن كآبة المنظر ومن سوء المنقلب. طيب أنا الآن في هذه السيارة، ولو كان مشواري هو مجرد 10 دقائق أو ربع ساعة، الحقيقة هذا يعتبر سفر، يعتبر نوع من أنواع السفر. فلا سمح الله قد يحدث شيء مكروه، فأنا أعوذ بالله، يعني ألتجئ وأحتمي بالإله سبحانه وتعالى القوي القادر الذي قال فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. أنا ألتجئ إلى هذا الإله وأطلب منه الحماية، أن يحفظني من أي شر، من أي وعثاء، من أي كآبة منظر، من أي ضرر، من أي مرض، من أي حادث. انظروا إلى نبيكم عليه الصلاة والسلام كم كان قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى. والله أيها الأحبة، نحن اليوم لسنا بحاجة لأي شيء. كل الكوارث التي تحل بالعالم الإسلامي والانهيارات الاقتصادية والحروب والظلم والإلحاد والشذوذ وغير، كل هذا علاجه أن يتعلق قلبك بالله في كل لحظة. وأنت تقود سيارتك أنت مع الله، لا تشعر بالحزن، لا تشعر بالأسى، لا تشعر بالخوف. وأنت تركب في أي وسيلة مواصلات، في طائرة، مهما كانت الظروف أنت مع الله. حتى لو يعني جاء أجلك فأنت مع الله، ستكون سعيدا بلقاء الملائكة رسل الله. يعني يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فإذا أخي الحبيب، عندما تقول هذه الأدعية ابدأ بقراءة الفاتحة، قل هو الله أحد، المعوذتين، اقرأ ما تحفظه من القرآن، ثم ابدأ بالأذكار التي هي كنوز. مثلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قاله 100 مرة كان له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، كأنه أعتق 10 رقاب. تصوروا 100 مرة، يعني خلال 10 دقائق يمكن أن تقولها. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم 100 مرة، تغفر ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. هذا أيضا ذكر ثاني. ذكر ثالث، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. هذا الاستغفار لو بلغت ذنوبك، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، لو بلغت ذنوبك عنان السماء غفرها الله لك ولا يبالي، على ما كان عليك من العمل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. وأختم لأن مشواري قارب على الوصول، بسيد الاستغفار. اللهم إنني عبدك وابن عبدك وابن أمتك
ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، وأن تجعله نورا لي في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن ينور عقولنا وقلوبنا وحياتنا وقبورنا إن شاء الله بنور القرآن العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.